دلوقتي هنرجع على قصة أنا حزينة جدا ويعني شعر بأسف كبير إن أنا هحكيها لحضراتكم، لكن إحنا متفقين إنه مفيش داعي ندفن راسنا في الرمل. حتى القصص من النوع ده لازم نحكيها ولازم نقف قدامها ولازم نستخلص منها العبر ولازم نشوف هو إيه الغلط اللي بيحصل. القصة اللي أنا عايزة أحكيها لحضراتكم دي حصلت في الشرقية. شاب عادي جدا زي الفل في بداية حياته، بدأت تظهر عليه تصرفات غريبة، بدأ يتشنج، بدأ يعمل تصرفات مش طبيعية، بدأ أهله يشوفوا عليه علامات يعني ما بيشوفهاش قبل كده. بدل ما ناخد الولد ده للدكتور، بدل ما نروح نعالجه، بدل ما نروح نشوف هو إيه القصة فيه، يمكن عنده مرض، يمكن عنده حاجة في جسمه مسببة عليه التصرفات الغريبة دي، يمكن يكون لا. نفسيا يمكن يكون أسباب كتير يعني، بس المسار الطبيعي أنت بتمشي بالزبط. الأول في إيه بتروح تشوف الدكاترة. أهل الولد ده أو أسرته عملوا حاجة غير الكلام ده كلها، أخدوا الولد وبدأوا يسألوا الناس ويسألوا ده ويسألوا ده، فالناس دلتهم على واحد معالج روحاني قال لهم أنا هعالجه. لما راحوا للمعالج دوت يعني معالج روحاني دي مش عايزين نقولها، نصاب. هو نصاب طبعا، مفيش حاجة اسمها معالج روحاني، بيسمي نفسه معالج روحاني. أنا بس يعني أنا عارف واقف يهمني إن إحنا بس نشوف التطور القصة دي حصل في إيه. الراجل ده أول ما راحوا له قال لهم بس سيبولي الولد ده تماما، الولد ده ملبوس لابسه جن وأنا هخرج منه الجن، هطلع منه الجن. كانت النتيجة إيه؟ إنه طلع منه روحه. فضل يضرب الولد يضرب الولد يضرب الولد على اعتبار بقى إن هو بيطلع منه الجن، والولد بيصرخ. يعني ده بقى اللي بتحكيه بقى الواقع، الولد بيصرخ ومتألم جدا من الضرب المبرح اللي هو تعرض له، وهو يقول لأهله إيه؟ ده مش صوته هو، ده صوت الجن والعفاريت اللي لابساه، ويستمر في الضرب ويستمر في يعني ما يسميه هو بقى بالعلاج الروحاني واللي اهله مصدقينه والناس اللي حواليه كانت مصدقاه. الولد توفى متاثر بقى بالجروح وبالكدمات وبالضرب الفظيع اللي هو تعرض له. حاجه مؤسفه جدا جدا جدا، ويعني يؤسفني وانا بحكيها ويؤسفني واحنا بنشوف شكل الولد ده دلوقتي قدامنا على الشاشه. شاب مصري عادي جدا في مقتبل العمر، كان ممكن يعني يكون له مستقبل في اي مجال، قضى عليه الجهل والخرافه، خلينا نسمي الامور بمسميات. تقريبا 19 سنه اعتقد او حاجه زي كده. الحقيقه ان المستغرب، ويمكن احنا معانا الاستاذ الصحفي الكبير محمود عبد الراضي، ويمكن يعني بقى لنا عقود من ايام البيضه والحجر وشفنا مئات وعشرات الافلام وعشرات المقالات، والاعلام تحدث في هذه النقطه 100,000 مره. مش كل الاعلام، كان في اعلام الحقيقه بيدعو احيانا للجهل، ولكن يعني رغم كل محاولات التنوير وكل سواء فنيا ثقافيا اعلاميا، ولكن لسه بنسمع مثل هذه الحوادث الغريبه في مصر. خلونا ناخد الاستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. اهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا وسهلا بيك استاذ حسام. اهلا وسهلا بيك استاذ هبه. اهلا بيك يا استاذ محمود. انا هبدا معاك من هم، هل تم بقى ضبط هو الراجل بيسمي نفسه شيخ، انا ما اعرفش يعني ايه معالج روحاني، ما فيش حاجه اسمها معالج روحاني، ولكن اولا كيف تم التعامل مع هذه الواقعه؟ لو حضرتك تحطنا فيها الاول قبل ما نحلل معاك الاحداث نفسها. يعني انا بس في الاول بحييكم على دقه الفاظكم وتصنيفكم للامور، وان هو فعلا نصاب لا يوجد. مفيش حاجه اسمها معالج روحاني، ده بالفعل يعني هو المسمى الحقيقي ليه نصاب، وهو يعني حتى في التحيات هو نصاب وليس معالج روحاني بالظبط، ومش شيخ كمان. والخطوره بقى كمان يا جماعه، لقب شيخ ده بقى خلاص مستهلك، وفكره كمان نصاب نصب علينا في فلوس امر يمر، لا ده قتل واحد. احنا هنا قدام مسؤوليه جنائيه كبيره جدا، خرج الامر من مجرد حدود النصب. يعني النصب مش في الفلوس فعلا يا استاذ هيبه، النصب في الارواح زي ما حضرتك بتقول. صحيح. خلينا ابدا اقول لحضراتكم ان يعني الواقعه زي ما حضراتكم اتفضلتوا مشكورين، ان هي بدات ان في شاب اللي عرضته حضراتكم صورته، الشاب ده عنده 31 سنه غير متزوج، شاب لطيف وسيم، شاب متطلع للحياه بشكل كبير. اهله بداوا يلاحظوا عليه في الفتره الاخيره بتحصل له بعض التشنجات وبعض الحاجات النفسيه. الامر طبيعي جدا بيحصل ليه لاي شاب في سنه، وهي امور مرضيه بحته، كان بامكانهم عرضوه على طبيب امراض نفسيه ومع اكثر الاطباء وليس احد التجارين. لكن هم قاعدين في احدى القرى في الارياف، بعض الاهالي وجيرانهم اقنعوهم
في احدى القرى المجاوره ليهم، واحد يطلق على نفسه معالج روحاني، وهذا الشخص بيعالج الناس بالشكل ده، وان هم مش محتاج ان يذهبوا لطبيب وما عليهم ان يذهبوا لهذا الشخص. بالفعل ذهب والد المجني عليه وعمه وراحوا لهذا الشخص اللي بيطلق على نفسه معالج روحاني، واللي اقنعهم ان هو ملبوس، لفظا كده قال لهم ان هو ملبوس وان في جن وان انا لازم اطلع الجن. طب اطلع الجن ازاي؟ راح مطلع عصايا خير زار سميكه، وقال لهم انا هضرب. يا عم انت تضربه ازاي؟ قال لهم لا انا ما بضربش، انا بضرب الجن. بدا الولد فعلا يطلع عصايا. والله والام والاب لازم يتحاسبوا هم كمان. يعني عايز اقول لحضرتك استاذ حسام المفاجاه ان كان بيتم ضربه تحت اشراف الاب والعم وبوجود الاب والعم وباقتناع تام. يعني كان الولد يعني وان كان مات من الكدمات ومن الاصابات، لكن هو نفسيا مات قبل الاصابات، والولد تعرض لايذاء نفسي، واعتقد ان ده اللي ساهم في وفاته بشكل كبير جدا لما شاف نفسه بيتضرب بهذا الشكل المهين تحت اشراف والده، تحت اشراف عمه ومجموعه من اقاربه اللي اصطحبوه وكان بيتعامل معاه استاذ زكي. بيقول لي معلش طبعا هم طبعا اكيد في مصاب اليم ونتيجه ما حدث، لكن انا شايف ان هم لابد من محاسبتهم زيهم زي الراجل. بالفعل يا فندم، يعني هم بإهمالهم بتصديقهم لهذه الخرافات، وإن هم اللي راحوا سلموا ابنهم لهذا الشخص اللي عنده 51 سنة واللي بيمارس هذا العمل منذ فترة، وإن هو للأسف بعض دي وبعض الأشخاص اللي بيثقوا فيه بيروحوا، وإن كان بعض الناس بتعافوا بشكل طبيعي هو بيرجع الفضل لنفسه وبيعمل يعني بشكل على نفس السيناريو زي ما قلت حضراتكم كلمة البيضة والحجر وبيقنع الناس. وأهم حاجة يا أستاذ محمود اتمسك، هو مش كده؟ الراجل ده اتمسك على الفور على طول، مجرد يعني الولد مات تم إبلاغ الشرطة، الشرطة تحركت لمكان الواقعة. كان هو حاول يهرب قرية ويجمع بعض الكتب والحاجات اللي أدوات النصب والبخور والحاجات اللي بينصب بيها، لكن الشرطة وجودها بسرعة وتحركها بسرعة صراحة ساهم بشكل كبير في ضبط هذا المكان. ده أهم شيء إنه تمسك وبسرعة. قضى له قرار بالحبس 4 أيام وطلب في تحقيقات يعني تستكمل مع هذا المتهم. شكرا. بشكر.